معك ورا دور مراكز المعلومات للأمانة. يعني الآن أغلب المهندسين والكفاءات اللي عندهم يكسبوا قدرة في الشغل معنا. المركز الرئيسي أو مع ديوان مجلس الوزراء في التفاعل معكم مع بعض. عفوا يا دكتور. السلام عليكم. بعدين يا دكتور. إذا صدر القرار من الوزير. من يعني مش قادرين جمعنا وفي كلام. دور أخرى. هي الهيئة العامة معلومات مش بس. معلومات يعني في لها لهذا السبب يعني ما زلت نشوف انه راه وما زالك يعني حكيتوها كلها هذه معاناه مؤسسات الدوله كلها يعني زي اجتماعات مستقبليه خاصه بالمعلومات وكيفيه ورودها او ما الى ذلك هذا بناء على قرار وزير قرار غير مؤسس.